مئات الخذلان والانبطاح لدى البعض ممن نتقاسم معهم الانتماء ونعتبرها خيانة، ونعتبرها خيانة صريحة للقضية الفلسطينية وللأمة العربية والإسلامية. نحن معك يا فلسطين، ظالمة أو مظلومة، سنرددها ما حيينا ونذكر دائما أن الكلمة أمام أمانة وموقف. بصمودنا وإيماننا وبوحدة الموقف مع أشقائنا من الدول العربية والإسلامية الشقيقة، ندعو من هذا المنبر مرة أخرى المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى ضرورة توفير الحماية الكافية للصحفيين، ودعوة المحاكم الدولية المعنية إلى محاسبة مجرمي الحرب المسؤولين عن هذه الفضائح، ونطالب المؤسسات والهيئات الدولية بعزل ممثلي هذا الكيان الإرهابي. عاشت فلسطين وعاشت القدس عاصمة دولة فلسطين حرة وأبية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.